توقع برج السرطان ليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، انت جاهز انك تجدد حياتك، جاهز انك تاخد وقت ترتاح فيه عشان تعرف تشحن طاقتك مرة تانية وتعرف ترجع اقوى من اول. الملاك بيقولك انت محتاج تبني علاقات صحية، اي علاقة فيها تعب بالنسبة لك، فيها قلق بالنسبة لك، فيها عدم راحة، ابعد عنها في اليوم ده يا سرطان. دور دايما على قدامك، ما تبصش خالص وراك، انت دايما اهدافك كلها قدامك، جاهز تتغير، والتغيير هيبقى لك ايجابي بشكل كبير، هيخليك تتطور في حياتك. الملائكة بتقولك خليك مستسلم للقدر، ما تسألش ايه اللي هيحصل في حياتك ولا ايه اللي جاي في حياتك، خليك مستسلم للقدر وتقبل كل اللي هيحصل ليك في اليوم ده. انت النهاردة يا سرطان عينيك فيها حب، افعالك فيها حب، كلامك فيه حب، فما شاء الله رومانسي بشكل واضح النهاردة يا سرطان. التوقيت بالنسبة لك مناسب في اليوم ده، الملائكة كلهم بيقولوا لك الوقت ما فاتش، انت لسه قدامك الفرصة انك تعمل كل اللي انت بتتمنى توصل له ماديا، عاطفيا، مهنيا. في بداية جديدة هتبقى في حياتك في اليوم ده، في بداية تطور، في حاجة جديدة هتبتدي تحتضن بيها احتمالات واردة في حياتك وجديدة.